ترقيع الملابس القديمة فرصة وجد فيها البعض من أصحاب الدخل المحدود بديلاً مرضياً. المشرف نعود بها هذه السفلة. هذيك نعاود عندي لي خيم هادو كاع غدوة إن شاء الله تجيبها تخدمها ما كاع تمش كاع. داكور يعطيك الصحة المشرف. وهو ما أكده لنا هذا الزبون وهو أمام أحد محلات الخياطة. أنا ما نروح نشري ما والو، أنا نجيبهم مع المشرف يعاود يخدمهم لي. الحوايج كامل نامبورت حاجه كاليتي اللي تكون عندي نجيبها لعمي شريف يعاودها لي، وكي يخدمها تقول خرجت من لا ميزون. دوك قلت له يعاود لي هاد لاسانسور هادي يعاودها لي، قال لي اليوم هو عنده خدمه غدوه ان شاء الله نجيبها له يعاودها لي. غير بعيد عن هذا المحل صادفنا محلا اخر حيث وجدنا صاحبه منهمكا في ترقيع بعض الملابس الشتويه، اين اكد لنا ان هناك اقبال ملحوظ على ترقيع الملابس في هذه الفترة من السنة. كاين دي فام يجوني عندها مونطو عندها بيسه تقول لي محمد راحت لي لا دوبلير عاودها لي وما تبان لي شويه باسكو على سي شهر وحاجه شابه كيما نقول لك انا باغ اكزومبل برومي شوا تاع غالي. الناس ولات ما تقدرش تشري، جيبوا لي دي مونطو جيبوا لي دي فاست دي شام لي فاست معلقين هنا سيدي روتوش يجيبوا لي با مال دو شوز بيان سور صراو لي سيرفات في يقول لي باغ اكزومبل كاين بزاف لي يجي سروال يكون يدير 46 ومن بعد يشيان يولي 42 كاين تو ديبون كيفاش الخدمه تكون تو ديبون. ترقيع الملابس القديمة بدلا من اقتناء أخرى جديدة بديل مريح للبعض قصد استعمال ملابسهم أطول مدة ممكنة ما دامت في حالة جيدة.